الوحدات اللي احنا بنقدمها ما بين تجاري واداري وطبي وحدات فندقية، مثلا نقدر نقول مثلا الوحدات بتبتدي من 900 ألف، خلينا نقول مثلا رقم مقفول مليون جنيه على اي وحدة. على حضرتك النهاردة مثلا عايز تاخد وحدة عندنا في التاور، فقيمة الوحدة مثلا هنقول مليون جنيه، تمام. فاحنا بنقسم المليون جنيه دي على 5 دفعات، كل دفعة 200 ألف، 20% اللي هي هتبقى قيمتها 200 ألف. الدفعات كلها متساوية، ما بندفعش أي أقساط، تمام. فاحنا بندور ازاي نخلي العميل يستثمر بالعقار بتاعه بفلوسه ما قبل الاستلام وما بعد الاستلام. طيب ما قبل الاستلام ده بيجي ازاي؟ زي ما قلنا احنا بنقسم المبلغ كله على 5 دفعات، بندفع 20% كل سنة، هندفع 20% اللي هي 200 ألف من قيمة الوحدة اللي هي مليون جنيه. فدفعنا ال 200 ألف جنيه النهارده وعملنا التعاقد، هنبتدي بداية من النهارده دفعت ال 200 ألف جنيه لحد الدفعة اللي بعدها اللي هي السنة اللي بعدها ما بندفعش أي أقساط، بل العميل بياخد عائد من الشركة قيمته 20%، قيمته 20% من المبلغ اللي دفعه، يعني دفع 200 ألف جنيه هيرجع له في خلال السنة 40 ألف جنيه. وبنعمل برضو إن احنا ما بنديش العائد ده آخر السنة، لا بنديه على مدار السنة، يعني بنقسمه على 4 دفعات برضو العائد، كل دفعة ب10 آلاف جنيه اللي هي قيمة ال 20% العائد اللي بياخدها. في يعني مواعيد محددة بتبقى مكتوبة في العقد الـ بتاع الوحدة، مظبوط، كل 3 شهور. يعني هو النهاردة من يوم التعاقد دفع ال 200 ألف جنيه، بنديله 4 شيكات على مدار السنة، كل شيك ب5% اللي هي 10 آلاف جنيه، تمام. اللي هو إجمالي السنة العائد 20% اللي هم ال 40 ألف جنيه من ال 200 ألف جنيه. وطبعا ده يطبقه العميل على الأسعار مثلا الأعلى على حسب قيمة الوحدة اللي هو هياخدها بنفس الطريقة. احنا بنقول مثال مثلا على وحدة بمليون جنيه مثلا، وفي حاجات تبقى أقل من كده وحاجات أزيد من كده، ما بقول هو يطبقها بنفس الطريقة على المثال ده. بتديني العائد بشيك ومن حق إن أنا أستخدمه في أي حاجة، صح؟ من حق إن أنا أصرفه كاش أو إن أنا أسدد بيه جزء من قسط الوحدة بعد كده، صح كده؟ مظبوط، حضرتك تقدر تستخدمه في خلال السنة، لو مش حابب تستخدمه وتوفره للدفعة اللي بعدها برضو ده متاح. المشروعات اللي داخل فيها الشهادة العقارية؟ جينيسيس، الداون تاون، جورة الجلالة. يبقى المول اللي هو في الداون تاون، في الداون تاون، واللي هي مشروع جورة ده اوتيل على البحر، تمام، مباشرة برضو داخل فيه نفس الفكرة، تمام. بنفضل ندفع الكلام ده لمدة 5 سنين، تمام. كل سنة حضرتك بتدفعها بتاخد عليها عائد، يعني بضمن لك شهادة لمدة 5 سنين، كل سنة بتاخد عائد 20% على أي مبلغ حضرتك بتحطه. في نهاية المدة ليك حق الاستخدام للوحدة بتاعتك، يا إما بتخرج الخروج الآمن اللي بتوفره لك الشركة زي البنك اللي حضرتك بترجع الوحدة بتاعتك وبتاخد القيمة بتاعتك كلها، وده اللي بيعمله البنك، وبالنسبة لنا ده أقل اختيار ممكن يختاره العميل. طب ايه احسن الاختيارات اللي ممكن يختارها؟ ممكن لو هو مش محتاج الوحدة يعمل لها رسيل ويبقى كسبان العائد اللي خده على مدار ال5 سنين، وفي نفس الوقت قيمة العقار بتاعه اللي هي زادت على مدار ال4 سنين بتوع الاستلام، سواء في جينيسيس او 3 سنين في جورة الاستلامات، تمام كده؟ طيب تالت اختيار ان انت تفضل تستثمر بقى بفلوسك وبالعقار بتاعك ما بعد الاستلام، بتخلي الشركة بتوفر لك عقد تفويض ايجار وعقد الزامي ان حضرتك تقدر تأجر الوحدة بتاعتك وتشغلها بعائد سنوي من 10 ل 15% لقيمة الوحدة. ده قبل ما استلم مثلا، بعد الاستلام، بعد ما استلم الاستلام بيكون في خلال قد ايه؟ مشروع جينيسيس في الداون تاون 4 سنين، مشروع جورة الجلالة 3 سنين. من بعد الاستلام اقدر ان انا اعمل اتعاقد معاكم انتوا تأجروا لي الوحده، او ان انا يكون عندي عائد من ده. ممكن نتعاقد النهارده كمان على الايجار من دي 1، وهو بيتعاقد على الوحده يتعاقد معانا على الايجار، ونوفر له ده ان هو ما بعد ما يستلم يقدر يشغل الوحده بتاعته. بس هتعاقد ازاي من دلوقتي على الايجار وانا لسه مش عارف يعني هتبقى ايجارها كام او هتسوى كام او كده؟ مظبوط، احنا بنعمل عقد اسمه عقد الزامي تفويضي للايجار بالمشروع بتاعنا. العقد دوت بيقول لك ان انا بضمن لك ان انا باجر لك الوحده بتاعتك، وبعائد بحط لك نسبه من 10 ل 15%. النسبه دي عاده بتكون متغيره. ليه متغيره؟ يعني ايه نسبه من 10 ل 15؟ من 10 ل 15% من ثمن الوحده. يعني خلينا نقول ان الوحده اللي بمليون جنيه انا هديك عليها ايجار سنوي من 10 ل 15%، يعني لو قلنا 15% بنتكلم يعني في 150 ألف سنويا. حد ادنى اللي هي 100 ألف بالظبط، تمام، من 100 ل 150 ألف إيجار سنة. والنسبة دي برضه عشان خاطر الناس تكون فاهمة، النسبة دي عادة ما هتكون متغيرة مع تطور السوق، مع تطور النسبة بتاعت الإيجار بتزيد مش بتقل طبعا. وليك حق الاختيار إن أنت ساعتها وقت الاستلام وقت تشغيل الوحدة إن أنت تكمل بالنسبة ديت، يا إما لو السوق
اعلى احنا بنعلي النسبه، او ليك حق الاختيار انك تتعاقد مع اي حد تاني كمان. احنا مش بنجبر حد على حاجه، احنا بنحاول نساعد الناس ان هي تستثمر في الوقت.